بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعدتم صباحا. ابتداء شكرا جزيلا لصاحب الفكرة التي انطلقت منذ العام الماضي وتم تبنيها من قبل الحكومة، والشكر الجزيل والثناء للجنة التي أخذت على عاتقها هذا العمل الدؤوب طيلة فترة لكي نصل إلى نخبة من المتميزين المبدعين الملهمين من الموظفين والموظفات في الأجهزة الأمنية والمدنية لنثبت قوة الفرد العراقي وما يحمله من مبدأ وثقة وطاقة إيجابية. بالتأكيد المتميز الأول هو الشهيد، ممن ضحى بنفسه من أجل العراق، من أجل أن نحيا ونمارس حياتنا اليومية في مختلف القطاعات، من أجل أن ينعم البلد بأمنه وسيادته وكرامته. بالرحمة والرضوان لشهداء العراق والشفاء العاجل للجرحى الأبطال. أبارك لكم هذا التوفيق والتسديد من الله سبحانه وتعالى بأن تكونوا في صفوة الموظفي الدولة في التميز والإبداع، وهو إن دل على شيء إنما يدل على ما تحملونه من قيم ومبادئ وحب لهذا الوطن. طبعا اليوم القطاع العام، القطاع الحكومي ودوره في بناء البلد دور محوري وأساسي. حتى عندما نتكلم عن تفعيل القطاع الخاص فلا بد من وجود قطاع حكومي مساند يهيئ له البيئة لكي ينهض القطاع الخاص ويساعد الدولة في تلبية احتياجاتها. اليوم الحكومة عندما تتكلم عن برنامج حكومي وبأولويات وبموازنات مالية، لا يمكن أن تتحقق وأن تنجز هذه المهام وهذا البرنامج وهذه الأولويات بدون وجود قطاع حكومي منتج كفو ينفذ هذه الخطط والبرامج والسياسات. فعندما نتحدث عن القطاع الحكومي والموظف العراقي فإننا نعي حقيقة هذا الدور وأهميته في النهوض بواقع البلد، خدماتياً، معيشياً، اقتصادياً، تنموياً، أمنياً. هذه المبادرة كانت في العام الماضي وتشرفنا بحضور نخبة أيضاً من الموظفين، وجدناها فعلاً خطوة بالاتجاه الصحيح في ظل هذا الصورة السلبية عن الموظف والقطاع الحكومي اللي هي جزء من المشهد العام للأسف في جلد الذات بشكل غير منطقي وغير موضوعي لكل شيء. هذا ما نشاهده في حياتنا اليومية. أبداً أكو توجه لغض النظر عن الصور الإيجابية وما أكثرها في بلد. فعلاً إن هذه المبادرة خطوة بالاتجاه الصحيح لتسليط الضوء على موظف منتج كفو حريص وطني مخلص نزيه. ليش هذا التعميم؟ ليش هذه الصورة السلبية وهذا الإحباط؟ كيف نقوم بمهامنا؟ كيف نؤدي واجباتنا تجاه مواطنينا وشعبنا؟ لكن عندما نقف أمام هذه القصص فحقيقة يملأنا شعور بالفخر والاعتزاز بشعبنا وأبناء بلدنا، وهذا هو سر القوة اللي نمتلكها كشعب حي موجود وهو يواجه مختلف التحديات. لاحظ في هذه القصص رغم الظروف الصعبة يتم تجاوزها وتقدم صورة ناصعة في الأداء وفي التفاني. أخ نائب ضابط متقاعد بهذه الظروف المعيشية الصعبة وهو يملك المعرفة ويحتفظ بهذه الإمكانية حتى يساعد إخوانه في تنفيذ
واجب كنا بأمس الحاجة إليه. وهكذا في باقي القصص اللي تفضلوا ذكرها، ذوي الهمم يتغلبون على هذه الظروف الصعبة ويقدم أداء يفوق زملائه من الموظفين والمبرمجين. ابنتنا البصيرة في الشطرة تتفوق وتتجاوز هذه الظروف الصحية، هذا أيضا حالة من الإبداع، حق للعائلة وإنا كشعب وكحكومة نفتخر بهذه البنت المبدعة. هذه القصص تعيد لنا الثقة بالموظف الحكومي وتدفعنا كحكومة ومؤسسات وأيضا فعاليات مجتمعية أن نشيع هذه الثقافة، ثقافة وجود هذا الكادر المهم تجاوز 4 مليون موظف قادر أن يحدث نقلة في تقديم الخدمة، وأن نتجاوز هذا الطعن والتشويه أنه هذه الموازنات المالية وهذه الرواتب وهذه المخصصات تعطى لموظفين غير منتجين. لا، أكو إنتاج، أكو خدمة. إحنا اليوم بلدنا يشهد نسبة نمو هي الأكثر في المنطقة، تجاوزنا 43 مليون نسمة، وبالتالي هذا العدد يحتاج إلى خدمات وإلى كثير من الجوانب في مختلف القطاعات. لابد من هذا القطاع الحكومي أن ينهض بدوره ويؤدي واجباته، خصوصا مع وجود حكومة نستطيع أن ندعي وبكل ثقة أنه لدينا برنامج واضح لترتيب الأولويات ومعالجة التحديات، ونفتخر أننا بظرف أقل من 2 قطعنا شوط مهم. في كل يوم نتقدم خطوة، لا يمر يوم واحد ونحن نراوح في مكاننا أبدا. ضمن سياق عملنا اليومي وفريقنا الوزاري والاستشاري، في كل يوم لازم أكو خطوة إلى الأمام، في اللقاءات، في الاجتماعات، في الاتصالات، هكذا نعمل ونواجه مختلف التحديات وهي التراكمات موروثة منذ سنوات، لا بل منذ عقود. احنا بلد مرينا في حرب الثمانينات وحصار التسعينات والعشرين سنة الماضية وكنا عايشناها جزء من عندنا، احنا دا نواجهها ونعرفها اكو تركة، وتركة ثقيلة، يعني ما اريد نتعكز عليها نقول والله ترى اكو تركة وما قدرنا قصرنا في هذا الواجب او ذا، لا، من البداية انا ما اقبل لنفسي او لاعضاء فريقي او لكل مؤسسات الدولة وصولا الى الموظف ما نقبل نتعكز نقول اكو تركة ثقيلة بكل القطاعات، لكن احنا قبلنا هذه المهمة وتولي هذه المسؤولية، فعلينا نكون بمنتهى الشجاعة والجرأة أن نتحمل المسؤولية، وهذا يتم من خلال قراءة واقعية لهذا المشهد ووضع الخطط والبرامج وأن نمضي ونتوكل على الله. بلدنا بلد يمتلك مقومات ومقدرات وموارد بشرية وطبيعية لم تستثمر لغاية هذا اليوم، فعندنا كل عناصر القوة والنجاح، ليس تفاؤل مفرط وإنما حديث موضوعي مبني على المعلومة، شيء ملموس. النجاح أشوفه مثل ما أقرأ هذه الشاشة اللي أمامي في كل القطاعات وفي كل المجالات، هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى وبوجود الخيرين أمثالكم. شنو اللي نقدر نسويه رئيس الوزراء أو الوزير أو المسؤول الفلاني بدون وجود هذه الأدوات الناجحة الوطنية المخلصة المبدعة المبادرة؟ احنا نحتاج إلى المبادرة. اليوم احنا في عالم متغير متطور بشكل متسارع، لازم نواكب هذا العالم. خاف قبل التطور والتحديث يحصل كل 5 سنوات أو 3 أو سنة، لا، خلال أشهر وأسابيع لا بالأيام، وبالتالي
نريد من هذه الكفاءات والحديث لعامة الموظفين لكل أبنائنا أن يكونون بمستوى تغير وتطور العالم حتى نكون بالمستوى الذي يهيئ لنا كل ظروف التميز والنجاح في تقديم الخدمة لأبناء شعبنا. وشعبنا يستحق التضحية، يستحق الخدمة. هذا الشعب المضحي المجاهد الصابر المؤمن بوحدة العراق وسيادة العراق وكرامة العراق. نتشرف أننا جميعا من المتحدث إلى أبسط موظف أننا نؤدي واجب الخدمة العامة.